والطلاق والخلع ولا تجوز من إلى وبها عشان تجوز إلى وبها. مشينا للاركان وعرفنا الاركان بس باقي معنا من الاركان بدون محل. ايش المحل؟ المحل ايش كنا بالمحل؟ موضوع الوكاله ويجب تتوفر فيه شروط. ايوه شروط في المحل في كل العقود. كل ما احنا قلنا في البدايه قلنا بان كل العقود تشترك في اركانها. اول مره بحيث التراضي كلهم اشتركوا فيه. ثانيا قلنا من حيث المحل ايضا كل العقود تشترك في المحل من حيث انه يجب ان يكون المحل ممكنا مشروعا معينا قابلا للتعيين وموجودا مشروعا. والسبب ايضا اشترطوا ايضا كلهم ايضا في السبب. والسبب لا بد ان يكون ايش؟ مشروع قابلا للانابه فيه. ايوه هنا بس يكون عندنا لا بد ان يكون السبب قابل للانابه فيه. هذا بس زياده فيه. كيف؟ ايش هذا؟ ليش ما تشتريها انت؟ انا مش فاهم. معك امتياز؟ ما له ولا نعم. يعني شوف يا احنا مش قلنا انه احنا ايش قلنا فيه؟ قلنا انه في شيء في بعض الحالات يصح فيه بالوكاله وفي بعض اذا هي نفسها. اذا ما لا يصح فيه بالوكاله لا يجوز ان ايش؟ هل يكون ينوب عنه؟ يعني هل يجوز هنا؟ الا لا يقول لا يجوز النيابه عنه. ففي حالات لا يجوز التوكيل عنه زي اللي يقول مناقل اليمين هذه كلها الإيلاف هذه كلها لا يجوز في بيت الإنابة. ولهذا هنا السبب لابد ما يكون مشروع ولابد ما يكون ايش؟ لابد ما يكون ايضا مما يجوز النيابة فيه. فهي اشياء لا تجوز في بيت النيابة والوكالة اذا لا يجوز في بيت التوكيل. يا دكتور هو قال ان الإقرار يجوز بحالات خاصة. لا مش حالات خاصة من حالات خاصة. انتقل قلنا الإقرار لا يجوز ولا الإقرار مثل ما قلت حكى على مين؟ حكى على المقر. يا دكتور انتقل. أنا أخلي واحد يجي يقر عني إنه عمل حاجة مش لا يجوز ولا يجوز واحد يروح يقر نفسه. أنا كيف؟ أقول له روح أقول لي بسام أنا أقول لي بسام روح قر عني يروح بسام يقر. هل القاضي بيقبل؟ ما يقبل. هذه شخصية وطالما هي شخصية لابد ما يقر واحد في بيته. صاحب الشاكي ولا في حاجة ثانية. لصالح يعني لانه انا ما معقول اقول لواحد روح قر عني ما عملت كذا بيروح اقر عن فلان. مش حتى كذا مش ممكن انا اقر لنفسي بحقي. هذا اقرار شخصي. من انواع الوكاله تتنوع الوكاله الى اول مره تفويض. وكاله تفويض ايش تقصد بوكاله تفويض؟ تفويض شخص اخر. ايوه مقطوع مريض للقيام بعمل. وايش احكامه؟ ايش احكامه؟ احكامه تكون دائما انا اللي مفوض فلان قوي. هاي يعتبر تفويض في كل شيء. ما عدا اللي يجوز بعد اللي مرتبطه بشخصه. بشخصه. ولا يقوم بكل شيء. بكل شيء ما عدا اللي مرتبطه بشخصه زي الاقرار هي الاشياء اللي مرتبطه بالشخص ما يجوز. والا ما تعتبر التفويض ان انا افوضك في كل شيء. بس قد تكون ايضا في ثانيه اللي هي وكاله خاصه. التفويض عرفنا التفويض. الترفيض قلنا انه عام ما عدا الاشياء اللي مرتبطه بالشخص الموكل. فلا يجوز في هذه الحاله للوكيل ان يقوم بايش؟ بعمل او بالتوكيل فيها. والعقد الخاصة. الخاصة في أشياء محددة. خاصة ببيع أشياء خاصة. بشيء خاص. أقول لك روح لأي حاجة هذه بس. يعني أنا ما أقول لك شيء. منزل. بس. يعني عندما تخرج. خاصة. المطلقة بين التصرفات المحدودة. يعني المطلقة ما وكله الشخص بين الدفاع. ايوه يعني شوف تقصد هنا تفويض. شوف في فرق بينه وبين التفويض. شوف رغم انه قال مطلقة. لكن انا المطلقة المطلقة هو ما قال شيء هو حدد النوع نوع الوكالة وخلوا مطلق في يدي. اقول لك مثلا روح بيع لي السيارة هذه ما حدد لك كم السعر. اتركته مطلق. ايوه.
روح اشتري لي حادث فلان برضو سيارة وفي هذه الحالة أيضا أنا ما حددت لك. قال له مطلق أطلقت لك إياه، يعني مش مطلق في كل التصرفات وإنما في حاجة معينة بس أطلقت لك إيش الوكالة. خليت لك يا عم وش تقول المطلقة تقابل المقيدة؟ أيوة نحن التوقيت والقاس مستقلين، يعني هناك نص على إجراء معين وهناك مفوض في كل شيء. شو الله المقيد؟ لا كتاب هذا موجود، كتاب كبير 400 صفحة. كم؟ 400 صفحة. هذا كله من الدسوق يعني من أقوى قديم الجيز ومن سلعه خلاص. سهل هو عشان يكون بدا طب قديم يكثر من العبر واحد يقرأ من نحن رجعي هذا 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 مختصر بس ها تمام. ها هلا اسمع يا جماعه سمير وشي ها يا دكتور تسمع من انواع الوكالات مثلا انا لو وكلت انسان يقدر يشتري ام يقدر يبيع نفسه يقدر يبيع نفسه كيف كيف يعني كان ديري مثال مثال عندنا مثال عندنا مثال مثلا انا وكلت انسان باداره وكليني اقول وكلته كم اداره شركه واعمال وين هي الشركه هذه مثلا مثلا يا دكتور طيب ركز معي طيب تمام تمام فقال لك هو هذه تعتبر تفويض الان قال مطلقه قال مطلقه هل يقدر يبيع لنفسه شريك الوكاله البيع مخصصه مخصصه خاصه خاصه البيع على خاص خاصه البيع على خاص هو بيحاول يدير عليك يعمل كل شيء لكنه يدير المشروع عمل حاجه بيع شريك الوكاله المقيده. طيب المقيده ايش الفرق ما بين المقيده والمطلقه؟ المقيده في شيء المقيد نفسه بس قيده يقول له انا بيعي هذه بكذا أيوة يشتري لي هذه بكذا يعني انه يقول له لكن شوفوا هناك في العامه ما قلوش بكم لكن هنا حدد له قال له بيعي كذا خلاص هنا على الوكيل انه يلتزم بالبيع بهذا المبلغ نفسه يعني انه لا يزيد ولا ينقص لكن هناك ترك له ترك له هناك المجال قال له بيع بيع ساحب زياده يبيع نقص لشخص معين المنجزة والمعلقة والمضافة المنجزة المنجزة في وكالة منجزة ايش معنى منجزة يعني منجزة قد هي جاهزة التصرف منجزة تكون مرتبطة بشغل او منجزة خلاص يعني لابد تكون فورية يعني فورية تكون فورية فورية خلاص منجزة فورية يا دكتور ادي لك مثلا وكال من موقف مجلس العقد الان وكال العقيد نفس الموقف منجزة منجزة يعني اللي فورية فورية حاجة فورية المعلقة المعلقة على شهر يعني أنا معي مثلا محصول وأقول لمحمد أقول له روح بيعلي في نهاية المحصول حتى ينتهي الموسم يعني إنه أنا علقته على شهر ينتهي الشهر هذا إيش قلت يا سميرة خلاص نفسيت الساحل ها يا صباح 80 90 95 ايه المضافه المضافه تمام 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 انا باخذ الدفاتر كلهم لعنده تمام باقي الدفاتر كلهم لعنده بما في ذلك الدفاتر اللي اقول له قارن ما بين الدفاتر اللي نسخوها لانه استفسر انا شفته في ظلم قال لك إذاك لا صراحة ما لك أفهم هذا حقهم حقهم لأنه شوفوا تصدقوها والله حتى فهمي أنا لأول مرة يا شباب والله لأول مرة أنتم به فهمي قال لي أجل يا شباب اسمعوا إيه فهمي اتصل بي قال لي أجل لا تعلم شو النتيجة أنا بروح أتفاوض مع الدكتور لأنه في ظلم وراح للبيت حقه وحاول معه ما بشفايد والله هذه شوفونا خرجت الآن فهني بنفسه نزل من البلاد إلى بيت الدكتور على أساس يقول له بأنه في ناس ممتازين لأنه سألني فهمي على بعض الناس قلت له كذا كذا زي محمد السعيد زي فلان زي فلان قلت له بالثمانية قال لا لو كيف النتيجة أنا بروح أكلم الدكتور لأنه ضمن الناس ممتازين يجب أنه يحصلوا على حقه طفل كيف أنا طفل أوه صح